هل تجاوزنا الحدود الآمنة في الخلافات داخل لبنان ووصلنا لخطوط الفتنة واللي احنا مش عايزين نشوفها أبدا؟ أكيد أسئلة كتير عندنا يمكن يعني نسعد بالإجابة عليها من خلال ضيفنا العزيز اللي هيشاركنا في حديث القاهرة، وهو دولة الرئيس فؤاد السنيورة رئيس وزراء لبنان الأسبق. الموضوع أكيد غاية في الصعوبة علينا كلنا يا خير. طبعا دولة الرئيس، مساء الخير. مساء النور لك ولجميع المشاهدين. اهلا بحضرتك. دولة الرئيس، كيف تابعت الاحداث التي شهدتها مدينة طبونة يوم الخميس الماضي؟ هل يذهب لبنان او هل لبنان في طريقه الى حرب اهلية جديدة؟ لا شك ان ما حدث يوم الخميس الماضي امر مؤلم جدا، وبالتالي اعاد للبنانيين ذاكرة الحرب الأهلية وكواليسها. وبالتالي هذا الأمر شديد الخطورة على لبنان، لا سيما وأنه يمر ضمن ظروف شديدة الصعوبة في هذه المرحلة التي انهارت فيها الثقة وانهارت فيها العملة الوطنية والاقتصاد والمؤسسات العامة والخاصة. وذلك كان بنتيجة ممارسات عديدة على مدى عدة سنوات والتي أدت فعليا إلى انهيار الدولة، والتي أصبحت مخطوفة من قبل الأحزاب الطائفية والمذهبية وفي مقدمها حزب الله الذي يستعمل لبنان كأداة من أجل تعزيز القدرة التفاوضية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في علاقاتها مع الولايات المتحدة، وأيضا في زيادة سلطتها التي تمارسها ليس فقط في لبنان ولكن كما نعلم في عدد من الدول العربية في العراق وسوريا واليمن وفي غيرها من تدخلاتها في المنطقة. يعني دولة الرئيس الذي حصل هو ناتج عن الجريمة الكبرى أيضا التي حصلت قبل سنة ونيف بنتيجة الانفجار المريب الذي حصل في مرفأ مدينة بيروت والذي أدى إلى وقوع عدد كبير من الضحايا وأيضا عدد كبير من الجرحى والدمار الذي عم عاصمة لبنان. صحيح. وبالتالي فاقم من أزماته الاقتصادية والمالية والنقدية وبالتالي المعيشية. صحيح. هذا الأمر طبيعي كان يفترض أن يصار إلى تكليف لجنة دولية أو عربية من أجل التحقيق في هذا من أجل تفادي الإشكالات الداخلية في لبنان، وهذا الأمر لم يستسيغه عدد من الأحزاب ولا سيما حزب الله، وبالتالي كلف القضاء اللبناني، وهو المشكلة التي بدأ يعاني منها لبنان بسبب استعمال الرئيس ميشيل عون للقضاء كمخلب من أجل الاقتصاص من خصومه السياسية. هل هذا هو ما يحدث الآن؟ مزيد من الشكوك داخل دولة الرئيس. اسمح لي واعذرني للمقاطعة، اعذرني للمقاطعة، الآن هناك انقسام داخلي شديد. هذا الأمر دولة الرئيس، هل تسمعني؟ لا أسمعك. لا تسمعني. أيوه الآن تسمعني بوضوح. نعم، دولة الرئيس الآن نشهد انقسام غير مسبوق على الساحة اللبنانية ما بين أن القضاء مستقل وأنه آخر حصون الدولة القائمة في لبنان. دولة الرئيس، أتمنى أن تسمعني الآن، تكون الصوت. نعم. الصوت يصل بوضوح. هلا الصوت يوضح. نعم، دولة الرئيس في ظل هذا الانقسام الحالي أن لبنان ما بين الدفاع عن استقلالية القضاء وأنه آخر حصون الدولة القائمة الآن وهو وفق الدستور محمي، وما بين المطالبة بإقالة القاضي المختص بالتحقيق في مرفأ بيروت وتهديدات من داخل الحكومة وبعض الوزراء بالاستقالة في حال أنه لم يتم تنحيه عن هذه القضية. إذن الحكومة أيضا أصبحت مهددة والدولة مهددة داخليا بالانقسام مرة أخرى. الحقيقة أن هناك ملابسات عديدة الآن تداخلت مع بعضها بعضا ووصلت إلى حد الإشكال الذي وقعنا فيه بعد ذلك الحادث المؤلم الذي جرى يوم الخميس الماضي. بتقدير الشخص أن الوسيلة الوحيدة التي يمكن أن يصار إلى اعتمادها وهي العودة إلى الدستور.
الدستور من جهة أولى يؤكد على استقلالية القضاء وعلى فصل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وبالتالي عدم التدخل في عمل القضاء. ولكن أيضا المشكلة التي طرأت بسبب ممارسة القضاء والقاضي العدلي لصلاحياته، مما أدى به إلى مخالفة الدستور مخالفة فاقعة، وهو عليه أن يعود إلى التزام احكام الدستور ونصوصه دون اللجوء إلى اجتهادات وتفسيرات من عنده، والتي فعليا أدت إلى هذه المشكلة. هلا بدون شك أن الأمر يتعدى هذه وما هي أحكام القانون التي ينبغي عليه أن دولة الرئيس والرؤساء إلى محكمة خاصة في لبنان، وهي المحكمة التي تحاكم الرؤساء والوزراء، وهي محكمة مؤلفة من 8 أرفع قضاة في لبنان و7 نواب، وهذه المحكمة هي المخولة دستورية لأن تبحث بهذا. المشكلة التي طرأت في جوهرها هو تخوف حزب الله من أن يصار إلى من خلال التحقيق الذي يجريه القاضي العدلي أن هناك ما يوحي أن هناك تورطا من قبل حزب الله بعملية الانفجار الذي جرى في مرسى بيروت. ولذلك هذا الأمر طبيعي يلجأ حزب الله إلى المطالبة بتنحية القاضي. أنا أعتقد أنه لتسهيل الأمور ينبغي أن يصار مرة جديدة إلى التأكيد على احترام الدستور واستقلالية القضاء، وأن يعود القاضي إلى احترام النصوص الدستورية الموضوعة. لذلك هذا الأمر سنمر الآن بمرحلة صعبة وشد حبال كما يقولون، ولكن ليس هناك من وسيلة أخرى. لقد حاولنا نحن كرؤساء حكومة سابقين أن نقترح أن يصار إلى تأليف لجنة تقصي حقائق دولية أو عربية، ولكن كما قلت لم يتحقق هذا الأمر. والآن نحن دولة الرئيس فؤاد السنيورة رئيس وزراء لبنان الأسبق، احنا بنعتذر جدا، أكيد حضراتكم ملاحظين ان الصوت متأثر لظروف لبنان الشقيقة العزيزة على القلب، الشبكات مش جيدة خالص التواصل، واحنا كان مفترض دولة الرئيس كان يكون معانا عبر زوم، ولكن فشلنا فشل تام بسبب الشبكات هناك. احنا قلوبنا مع لبنان، ستظل في قلوبنا طول الوقت آملين انها تمر من هذه الأزمة، وهي لا تلاحق تفيق من أزمة لتذهب إلى أزمة أخرى.